السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا الصولو. اسفيتي كنصحوا مباراة تعليم 2023، بالضبط اختبار علوم التربية، وصلنا للسؤال 14. إذا كانت فاطمة تستطيع أن تفهم أنماط العلاقات الاجتماعية لدى مختلف الشعوب، فاطمة واحد تلميذة ولا هذا، كتقدر تفهم هذيك العلاقات الاجتماعية اللي كاينة ما بين مختلف الشعوب، مثلا من خلال مشاهدتها للأفلام أو للبرامج الوثائقية أو إلى آخره، فولت عندها واحد ثقافة. فهذا يعني أن فاطمة متمكنة من واحد الكفاية معينة. واش هي كفاية تواصلية؟ هنا ما قالوش أن فاطمة تفهم اللغات ديال مختلف الشعوب، مفهوم؟ إذن هنا هذا الشيء ما عندوش علاقة بالتواصل، إذن ليست كفاية تواصلية. بي اختيار بي عندها كفاية نفسية اجتماعية أو للنفس اجتماعية، مفهوم؟ إذن هنا نقدروا نقولوا عندها كفاية اجتماعية مثلا، ولكن ماشي ما فيهاش ما هو نفسي، حسب التصريح هنايا ماشي حسب الاختيار، لا التصريح هو اللي تحكم. كيقول لك بانها تفهم العلاقات الاجتماعيه لدى مختلف الشعوب. هنا كذلك بي يعني ليس اقتراحا صحيحا. كفايه استراتيجيه، هنا نتكلم عن كفايه استراتيجيه عندما هما قالوا لنا مثلا تفهم العلاقات الاجتماعيه لدى مختلف الشعوب، ما قالوش لنا يعني انها كتعرف كل دوله اين تم الموقع الجغرافي ديالها، التوقيت ديالها الى اخره، مجموعه من المعطيات المرتبطه بما هو استراتيجي. لا، دونك هنا ما كاينش يعني الاقتراح الصحي حتى هو ما عندوش علاقه مع ما عندوش علاقه بهذيك المقدمه اللي عطاونا في السؤال، واللي هي ان فاطمه تفهم انماط العلاقات الاجتماعيه لهم. إذن ما تكتسبه فاطمة بخصوص أنماط العلاقات الاجتماعية لدى مختلف الشعوب هو عبارة عن كفاية ثقافية، أو لا كفاية ثقافية، يعني أنها تفهم العلاقات المتواجدة عفوا العلاقات الاجتماعية لدى مختلف الشعوب. إذن هي كفاية ثقافية، ليس لها علاقة لا بالتواصل ولا دونك هنا بشكل مباشر هي كفاية، وممكن أن نقول أنها بشكل غير مباشر كفاية تواصلية أو كفاية اجتماعية أو كفاية استراتيجية، ولكن بطريقة مباشرة هي كفاية ثقافية، وبالتالي الاختيار دي هو الاختيار الصحيح. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.